أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب، يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل غريب، يا مظلوم كربلاء يا أبو علي. ألا يا عين جودي واسعدينا، ألا فابكي أمير المؤمنين، وابكي خير من ركب المنايا وفارسها ومن ركب السفينة ومن صام الهجير وقام ليلا وناجى الله رب العالمين. إمام إمام صادق بر تقي فقيه قد حوى علما ودينا وبات على الفراش يقي أخاه ولم يعبأ بكيد الكافرين. مضى بعد النبي فدته نفسي أبو حسن وخير الصالحين. إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيت البدر راع الناظرين، وكنا قبل مقتله بخير نرى المولى رسول الله فينا. فلا والله لا أنسى عليا. هذه القصيدة لأبو الأسود الدؤلي رحمة الله عليه من أصحاب أمير المؤمنين. فلا والله لا أنسى عليا وحسن صلاته في الراكعين. ألا أبلغ معاوية بن حرب، ألا أبلغ معاوية بن حرب فلا قرت عيون في شامتينا، وقل للشامتين بنار ويد سيلقى الشامتون كما لقينا. أفي شهر الصيام فجعتمونا، أفي شهر الصيام فجعتمونا،
بخير الخلق طرا أجمعينا. زينب تنادي وتصفي جبيد على يد يا أبوي ما تملك نصبنا وقبل العيد يا أبوي في الكوفة حزن والعيد بالشام لي سارت الركبان ليهم ودت أعلام يوم يجيهم هالخبر أبرك كل من ينادي راح من يرد الصنادي عيد الفطر ما هو مبارك والضحية أبدا ولا دنياتنا صارت هنية أقبل علينا العيد وإحنا في عزية والحزن لجلاك وسط الحشا زايده يزي أقبل علينا العيد يا سور اليتامى وكل من يهني صاحبه بعيد السلام واحنا ابونا مات ما تمم صيامه هيهات من بعد الولي نتهنى بالعيد وانت وصي المصطفى وانت الخليفة ومنك يا حيدر ترتجف لكوان خيف والله عجايب غالك الغادر بسيفه وصوتك يا ابويا يفجر صخور الجلامي لولا القضاء لولا القضاء واللي انكتب باللوح صاير ما غالك الملعون يا مرد العسى عليك هالبيت والله عجايب كيف تحويك المقابر والله عجايب كيف تحويك المقابر واحنا عقب عينك عجايب نلبس جديد وما ربك بغافل أما يعمل الظالمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمي آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. لتنوير القلوب وغفران الذنوب نور مجلسنا بالصلاة على محمد وآل محمد. ثاني أرحمكم الله على حب أهل البيت. الثالثة وارحمنا بهم يا كريم. لقد ورد في هذه الآية المباركة بذل العطاء لله سبحانه وتعالى
وجاءت بأسلوب لطيف وبمعنى يفهمه القاصي والداني. ونحن من خلال هذا المجلس المبارك سوف نتطرق إلى بعض الأمور المهمة في هذا السياق وبصورة مختصرة، ونسألكم الدعاء إن شاء الله. فقد ذكر الطبرسي رضوان الله تعالى عليه في تفسيره مجمع البيان بصدد هذه الآية، قال بأن حقيقة الاجتراء لا تجوز على الله تعالى. ليش؟ قال لأن المشتري إنما يشتري ما لن يملكه. إيش نفهم أيها الأحبة من هذا الكلام؟ نفهم بأن المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، ومهما ملك الإنسان فهو ملك مؤقت. مهما ملك الإنسان الملك لله. ربما هذا الإنسان يملك أموالا، ربما يملك أولادا، سيارة، بيتا، يملك ويملك، ولكن لا يستطيع هو عن نفسه أن يقول بأني مالك حقيقي لهذه الأشياء. الملك لله سبحانه وتعالى. ربما أختلف معك في أمر، في مسألة، في كذا، لكن إلا مسألة الموت. الموت يعني مسألة لا يختلف فيها اثنان. أكو أحد يقول أنا ما راح أموت؟ ماكو. وهناك الآيات والأحاديث التي تدل على ذلك، تدل على زوال الإنسان من هذه الحياة. يعني شاء الإنسان أم أبى؟ ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إنك ميت وإنهم ميتون. هاي دلالة عظمى كبيرة على أن الإنسان راحل عن هذه الحياة. لذلك هذه النعم التي تحيط بنا هي من الله سبحانه وتعالى، فيجب أن تسخر لله تعالى وفي مراته تعالى. لذلك شوف كما نقرأ وتقرؤون أيها الأحبة، ونعقب وتعقبون، ربما في أغلب التعقيبات موجود. شوف لما تعقب، تعقيب صلاة العصر، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوا على محمد وآل محمد، الله نقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني الحي الذي لا يموت، ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد. شوف العبودية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير، لا يملك لنفسه ماذا؟ شوف حتى النفع ما يملك لنفسه، لكن متجبر. لا يملك لنفسه نفعا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة. شوف ما يملك لنفسه شيء، ضعيف ضعيف. لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا، ما يملك لنفسه الموت ولا حياة ولا نشورا. يضمن هذا الإنسان إلى نفسه أن إذا مات ينشر إلا بإذن الله تعالى. بعد قال اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع. شوف هذه النفس، النفس تشتهي مال الغير،
هذه طبيعة النفس. هذه النفس يعني لابد للإنسان أن يروض هذه النفس. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، يعني لو كان عندها جبلين من الذهب بعد يطلب ثالث، يعني لا يملى عين الإنسان إلا ماذا؟ إلا التراب. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشى. يعني هذا الكلام مو كلام عالي، هذا كلام أئمتنا، كلامهم نور يخترق القرون ويصل لنا، كلام أهل البيت نور، مو كلام يعني إنسان عادي لا. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع. احنا لو بنفسر كل واحدة ما يدري الحديث. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء. اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك. نشوف هذه النعم من الله سبحانه وتعالى. كل هذه النعم التي تحيط بنا هي من الله، فيجب أن تسخر لله تعالى. والإنسان أيضا يعني هذه الأموال غدا راح تسأل عنها، ففي حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات. هذه الأموال. لذلك المولى تبارك وتعالى جعل الثواب ثمنا والطاعات مثمنا على ضرب المجال. ذكر أيضا بأن هؤلاء المؤمنين الذين يضحون بأنفسهم وبأموالهم في سبيل الله على أن يكون مقابل ذلك الجنة. وهل هناك شيء أفضل من الجنة؟ يعني الإنسان يعمل للآخرة، الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فاتخذوا من ممركم إلى يعني بداية الموت، يعني عند العارفين وعند الزاهدين وعند الذين يوقنون بالله تبارك، هو بداية الحياة. هناك لذلك إمامنا الصادق سلام الله عليه يتخوف علينا، يتخوف علينا إمامنا الصادق سلام الله عليه، يتخوف، يعرف الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول هذه الأبدان، هذه الأبدان، هذه البدن اللي عندك، هذا البدن الضعيف النعيف ما يتحمل شيء، أما إن أبدانكم ليس لها إلا الجنة. يعرف الإمام الصادق سلام الله عليه يعني هذا البدن الضعيف النحيف اللي ما يتحمل شيء، ما عليك منه طول عرض وكذا، لا. الله سبحانه وتعالى يقول وخلق الإنسان ضعيفا، يعني ضعيف الإنسان مهما كان، يعني ما درجة واحدة تختلف، درجة حرارة الإنسان تختلف درجة، هذا الإنسان بعد لا يطيق الحياة، أولاد ولا زوج ولا مأكل ولا مشرب ولا يمين ولا شمال ولا لكن إذا خولناه نعمة نسي. إذا الله سبحانه وتعالى يخوله نعمة نسي، يعني الإنسان المفروض أن الإنسان في كل الأحوال يشكر الله سبحانه وتعالى دائما الشكر، وإن شكرتم لأزيدنكم. يمكن واحد مريض وكلب تسأل ها شخبارك، يقول لك وإيش أخبارنا بعد، إحنا شنو أخبارنا،
ما تروح المستشفيات أجارنا الله وإياكم، شوف المصائب اللي في المستشفيات. فيجب على الإنسان أن يشكر الله. أما إن أبدانكم ليس لها إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. مو تبيع نفسك للنار، هذا البدن الضعيف النحيف اللي ما يتحمل شيء، ما يتحمل عناء، ما يتحمل مشقة، ما يتحمل، فكيف يتحمل نار سجرها جبارها لغضبه؟ يتحمل هذا الجسد عذاب مقيم، مو يوم ولا يومين. اليوم بألف سنة مما تعدون، مو بس حكي. الله سبحانه وتعالى يقول إن عذابها كان غراما. الله سبحانه إنها ساءت مستقرا ومقاما. شوف لذلك ليش يحذرنا الإمام سلام الله عليه، يحذرنا الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول لك التفت، ترى هذه الأيام القلائل اللي في الدنيا اللي راح تعيشها، مو تبيع الآخرة بالدنيا يقصون عليك، ترى التفت لروحك عدل. وصدقني وهذا منبر الحسين، لو تقسم تقسم الحياة على ثلاثة، اليوم غير 24 ساعة، اليوم 24 ساعة أقسم على ثلاثة بيصل 8 8 8، وزحها على ثلاث، قول 8 ساعات للنوم وثمان ساعات للعمل وثمان ساعات لشنو؟ شوف يعني ما تحصل شيء. إلى الأهل بنقول مستشفى وكراجات وخرابات وأمراض وكذا، وإيش تحصل؟ وهذه لما تروح أنت العمل وثمان ساعات في العمل أنت مجبور تقعد هناك، وهذه كلها محسوبة لك من حياتك، هذه الأوقات يعني ما تحصل شيء. وطفولة، طفولة 15 20 سنة هاي منتهي من العمر، ها شو تحصل؟ ما تحصل ما تحصل شيء. يعني لو واحد يقسم، لذلك الإنسان يجب عليه أن يعي ذلك، أن يفكر. أنا لما أروح العمل خلاص ما أقدر أتصل، ما يوم بترخص من العمل، يومين ثلاثة بس عاكل يوم، لا والنوم والنوم لا 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 بد منهم، هذا بعد موت، هذا موت، لا هذا موت أيضا، أنا أموت في اليوم بعد. كم مرة أموت يعني الإنسان ما يدري الإنسان، أنام أقعد لو ما أقعد من النوم، هذه شيء بيد الله سبحانه وتعالى. هو الذي يتوفاكم بالليل، الله سبحانه وتعالى عبر عن هذه النوم بوفاة، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. لا لا يعني فالإنسان لو يقسم حياته على ثلاثة ترى ما يحصل شيء. لذلك إمامنا الصادق سلام الله عليه يحذرنا، أما إن أبدانكم ليس لها إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. لا تبيع نفسك للنار، ما يقصون عليك، ها وتروح تركض ورا الدنيا وتالي ما تحصل شيء، كلها سراب في سراب، كل سراب في سراب. الدنيا تقول لمن عليها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم حسن ابتسامي فقولي مضحك والفعل مبكي. هذه الحياة. أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا يحذرنا، أشدد حيازي مكل فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل
شوف أمير المؤمنين سلام الله، إذا كنت تمشي في إقبال والموت يمشي في إدبار فما أسرع الملتقى. أمير المؤمنين، لذلك يعني إحنا لما نسمع أيها الأحبة وتسمعون بذكر النار، ترى مو بس حشي. ولذلك لما أسري برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله نظر لجبرائيل قال: يا جبرائيل أخبرني عن النار حين خلقها الله تعالى. قال: إنه أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة لا يضيء جمرها ولا ينطفئ لهبها. والذي بعثك بالحق نبيا، أن لو مثل خرق إبرة سقط على وجه الأرض لأذاب الأرض بما فيها. ولو أن رجلا خرج من نار جهنم ونظر إليه أهل الأرض لماتوا حين ينظرون إليه. شوف مشكل، يجب على الإنسان أن يراعي ذلك، أن يتاجر مع الله سبحانه وتعالى. حضورك أيها المؤمن في هذا المأتم الشريف هذه تجارة مع الله. يمكن أنت مشغول، يعني الإنسان على طول يعني كل مشغول في مشغول، لكن الإنسان اللي يريد يتاجر مع الله تبارك وتعالى يعرف كيف يتاجر مع الله. يمكن الشيء عندي وعند غيري يضيع، لكن عند الله سبحانه وتعالى ما يضيع. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك، الله ما يظلم أحد. تراها هذه التجارة التي تكون مع الله سبحانه وتعالى، هذه التجارة المربحة التي تكون مع الله سبحانه وتعالى. بذل، يعني الإنسان يبذل الأموال ويبذل كل شيء، يبذل كل شيء في سبيل مرضات الله، في من أجل إحياء كلمة لا إله إلا الله. لذلك هذه التجارة مع الله سبحانه وتعالى. لذلك يعبر عنها أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: تجارة مربحة يسرها لهم ربهم. هذه التجارة التي تكون مع الله سبحانه وتعالى، وهذه التجارة أيها الأحبة عكس بقية أنواع التجارات. البقية كل واحد يعني البائع يريد يستفيد والمشتري يريد أن يستفيد، أما هنا فإن البائع الذي يبيع نفسه وماله لله تعالى هو المستفيد. وربما يسأل سؤال هنا أيها الأحبة: هل يا ترى بأن هؤلاء المؤمنين الذين يضحون بأنفسهم في سبيل الله، هل يا ترى يكونون عاجزين عن تقديم أموالهم في سبيل الله؟ نقول: إذا ضحى الإنسان بنفسه ولم يضحي بماله فلا خير فيها من تضحي. الضحي بنفسك وتبخل بمالك عن المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. ليش؟ وما تدري أنت أيها الإنسان، يعني أنت إذا بخلت بمالك عن الله، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من بخل بماله للأخيار اختيارا أخرج الله تعالى ماله للأشرار اضطرارا. يعني شنو نفهم احنا؟ يعني مثلا، لا تقول مثلا، وشوف أجارنا الله وياك، شوف الشيطان لعنة الله عليه، هذا يجي وين؟ يجي وقت يعني
لما مثلا يدورون مثلا في ماتم في اي مكان ها يجي مثلا الشيطان يجون يدورون مثلا حق فقير كذا محتاج ها يجي حتى لو انت مثلا تبي تعطي دينار يقول لك لا تعطي دينار عط 500 يجي ويلعب على الانسان واذا لموا ها قال والله لو عطينا دينار يكون افضل الحين أقول ما خلص لما وخلاص الحين فكر لذلك يجي هذا الشيطان يحضر ترى الشيطان هذا يريد أن يذل هذا الإنسان المؤمن يعني يجي له من طريق الشهوات يجي له من طريق المال يجي له من طريق يريد أن يسقط ذلك الإنسان المؤمن بقدر ما يمكن لذلك الإنسان إذا ضحى بنفسه ولم يضحي بماله لا خير فيها من تضحي يعني أنت أيها الإنسان بخلت عن المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى بخلت عن الذي أعطاك هذه الأموال ولو شاء لأخذها مو تقول أنا حين اليوم غني الله سبحانه وتعالى يقدر يسويك اليوم غني وغدا فقير في نفس اللحم تقول أنا ولا تقول أنا صاحي ها يمكن تطلع خلاص تمرض أنت ما تدري كل هذا بيد الله ولو الله سبحانه وتعالى أراد يسلب منك نعمة أنت ما تقدر ها لو مثلا على سبيل المثال واحد مثلا صالته مثلا من نقول سخونة احنا على قولتنا مصطلحنا حمى وهذه الحمى تشلدت فيه يومين ثلاثة أيام ما راحت عنه ما راحت عنه هذه الحمى راح المستشفى أعطوا أدوية وكذا وما فار فيه ورد رجع البيت ورد رضع للطبيب عقب أسبوع والله ما فارقت وقال للطبيب والله هذه حين هذه الحمى اللي عندك هاي لازم تضرب عنها أبر وهي قيمتها يعني 5000 دينار وهو هذا مملكته 5000 دينار يدفع المال لو ما يدفع يدفع يقول بس خلني بدفع هذا المال خلني بس أفتك من هالصخونة وبلاويها شوف فراحة الأموال ليش فيجب على الإنسان أن يشكر الله سبحانه دائما الإنسان خرجت من بيت الخلاء أجلكم الله اشكروا الله سبحانه وتعالى أكلت احملوا الله سبحانه وتعالى اشكروا الله سبحانه في كل سكناتك اذكروا الله الله سبحانه وتعالى يقول وإن شكرتم لأزيدنكم ولذلك أيضا يعني الإنسان هذا إذا ضحى بنفسه مثل ما ذكرناها ولم يضحي بماله قد بخل عن المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى وما تدري هذا الإنسان يبخل 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 بهذا المال ويقنط على نفسه ويعيش في الدنيا عيشة الفقراء وفي الآخرة يصفون في حساب الأغنياء يعني يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب في الآخرة يصفون ويا على قولتنا الهوامير اللي باقيين اليمين والشمال تعال احنا عطيناك واغدقنا عليك في الدنيا ما شفنا اثر هذه الاموال عليك لا رحت حج لا رحت سفر لا رحت لامك لا لبست لا كذا وين هذه الاموال يخلف هذه الأموال يجمع 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 هذه الأموال وتاليها يموت عنها وتالي هذه الأموال تروح إلى واحد ما تدري ربما تصير في ولد صالح في يد ولد صالح يدعو إليك وينفقها في سبيل الله وتكون صدقة جارية وربما تكون في يد ولد طالح والمثل يقول مال البخيل ياكله العيار كل منه عيار وجنبازي حصل الأموال لا تعب
لا ضرب السيف يقولون ولا طعنة روح. لا لا حصلها وذاك يتمرمر في قبره وفي الآخرة بعد تعال شوف بعد. ولو قلت لي انت بعد تجمع لغيرك ما يقبل ما يقبل. لذلك شوف إمامنا الحسن سلام الله عليه يقول لا تحمل هم يومك الذي لم يأتي عليك. أشلون أن أحمل هم غدا؟ هاي بيد الله. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نحن نرزقكم وإياكم. شوف الله سبحانه وتعالى مو تخاف. فكيف تخاف الفقر والله رازقا؟ فقد رزق الحوت والطير في البحر ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا. لذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا يقول بعد وكم بنيان قد بنيت أفنى الزمان أهلها. بعد يقول أمير المؤمنين قصيدة طويلة عريضة هذه. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. شوف الإمام سلام الله تعالى عليها هذه أمير المؤمنين يقول إحنا فاعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. والحديث طويل بعد ما ينتهي خلاص نختصر عشان بعد ندخل على المصيبة وما نطول عليكم أيها الأحبة. نختصر خلاص الموضوع بعد خلاص. والمصداق الأعلى هو إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب سلام الله عليه الذي عرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته وبذل لله. وهل هناك يعني بعد رسول الله أحد ضحى غير أمير المؤمنين وأهل البيت سلام الله تعالى عليه؟ وبشهادة الأعداء يأتي أحد النواصب لمعاوية عليه ما عليه يقول لقد جئتك من عند أبخل الناس. أنا جاي إنك من عند أبخل. قال من تعني؟ من تعني؟ قال علي بن أبي طالب. قال ويحك أو تقول أبخل الناس؟ لو ملك بيتا من تبر وبيتا من تبن لآثر تبره على تبنه. هذا علي بن أبي طالب سلام الله هذا علي. وما أدراك ما أنت صراط المهيمن ما أنصفوك وأنت جعلت قريشا عبيدا ولولا حسامك كانوا ملوكا وأنت المقدم في النائبات وعند الخلافة لم أخروك ولكنهم أخروا حظهم ولو قدموا حظهم قدموك. ما عرفوا لعلي بن أبي طالب قيمة. هم يفكرون إن لو صار علي راح يأكل ويشرب ويتنعم ويخليهم بجوعهم. الله علي كأني باليتامى يتامى أمير المؤمنين ويتامى المسلمين ينادون وأبتا وعليا. لذلك لما دفن أمير المؤمنين سلام الله عليه ووقف على قبره إمامنا الحسن وإمامنا الحسين وبقية بني هاشم أشار إمامنا الحسن سلام الله عليه لبقية إخوته أن أرجعوا إلى الدار. فرجعوا إلى الدار وبقي الحسنان
والليل الجمعة 5 دقائق إن شاء الله ونسألكم الدعاء. أريد أن صور نفسك عن قبر أمير المؤمنين، وقف الحسنان على قبر أبيهما، كل واحد ينظر إلى الثاني، الإمام الحسين ينظر للإمام الحسن، والإمام الحسن ينظر للإمام الحسين، وكل واحد يعظم للآخر الأجر. ها عظم الله لك الأجر أبا محمد. إيه، وإمامنا أبو محمد ينظر للحسين، عظم الله لك الأجر أبا عبد الله. ثم بعد ذلك رجع، يقولون في طريقهم مروا على خربة، مروا على خربة بها رجل يؤن أنين الثكالى، يؤن يصيح يبكي. سأله شبيك ما بك أيها الرجل، ش عندك أيها الرجل؟ قال أبكي، أبكي على رجل جفاني 3 أيام، صار ل3 أيام جفاني، وهذا الرجل إذا جاء يؤنسني بحديثه، يسليني عن هذه الدنيا. يقول غريب غريب، أنا يقلهم ذبني العوز، وجيت لهالمكان وصرت معزوز، يجي واحد بصدر العلم مكنوز، يطعمني وعلي وافر إحساني، فقدت الجان يفقدني بطعامه، ومن يقعد يسليني بكلامه، صارت غيبته ومدة أيام 3 أيام، شو عني توانى 3 أيام ما أشوف يجيني. قال الصفه لنا، قال دابه التسبيح والتقديس، وإن الجدران لتسبح بتسبيح، ألا من مناد وعليا. سألوها ما هو اسمه؟ قال لك اسمه؟ قال كلما سألته عن اسمه قال إنما أبتغي وجه الله والدار الآخرة. ثم بكى الحسنان والتفت إليه وقال عظم الله لك الأجر. الآن احنا تونا راجعين من دفنه، تقول الرواية فشهق شهق وفارقت روحه الدنيا، ألا من مناد وعليا، ألا من مناد وسيدا. وحال مولاتنا زينب شنو لسان حالها في مثل هذه الليالي وفي مثل هذه الليلة؟ يقول إجا العيد، إجا العيد ليت لا إجانا، إجا العيد ليت لا إجانا، ولا بينه لا لبسمانا، وإحنا بمآتمنا وبجانا. اسمعها، يقول يا ريت الموت ما أخذني مجانا، أويلي ويلي. فلما أن قام بجهازه رجع الحسنان إلى وين؟ إلى الدار. يقولون، تقول الرواية التفت الحسن للحسين قال أخي نريد أن ندخل على هدوء، أخواتي ثاكلات، أخواني ثاكلات وصائمين، نريد ندخل من غير ما يشعرون بنا، نريد ندخل على هدوء. لكن أنا أناشرك يا مؤمن، ومن هذا المنبر زينب اتنام، زينب أبوها علي مو بالدار، زينب تغط عيونها تنام. زينب أناشرك والليل العيد، ها الليلة وغدا، ها زينب ما تنام. وتعرف يا مؤمن إذا فقد الأب وفقدت الأم، وعند الأخوان أخت كبيرة، هذه الأخت تضلل على أخوانها وتكون للأخوان مثل الأم،
يقول لما أن عالج الباب الإمام الحسن أراد أن يفتح الباب وإذا بخلف الباب منه تعرف أنت خلف الباب زينب إيه من المصائب زينب الله يا زينب 35 سنة عمرها إيه ضمتهم إلى صدرها التفتت إليها ما أبا محمد أبا عبد الله وين أبوك علي واريتون أبوكم بالتراب وجيتون من غير علي إيه لسان حالها الله يعودنا وياك العيد مجبر والحزن زايد علي وعاين الدار المرتضى من نخلي فقد الأبونا خص علينا السنة العيد ومن الصبح باكر علي أحزاني إذ زيد نبكي ونلطم والبكى واللطم ما يفيد نشبت مخالبها بحشاشتنا المني محلى الأبو في العيد ليجمع أولاد ولبسهم الزين على جاري العاد ورفرف عليهم بالهنا طير سعادة يطيب القلب وتصير عيشتهم هني هذا البيت كلكم تحفظون واحنا أبونا قبل عيد بتسعة أيام سافر وخلانا وصرنا بعد ايتام وافراحنا راحت وصار العيد باكر الناس معيده واحنا بعزي باكر يا اخوتي هالمنازل غلقوها وخلوا ثياب العيد ابد لا تطلعوا واعلام سود على المنازل نشروها ولا اريد احد من هالبلد يدخل والله لقضي العيد كله بنوح وصياح ولا اريد وما اريد احد يدخل علي بالافراح عندي جنازه يا خلق عني الفرح راح زاد البكا والنوح عبرات الجري والله لقضي العيد باكر وسط البرور عليك البيت وامشي وسايل وين داح الباب اقعد على قبره واهل الدم وابكي على عزنا الذي عشنا بفي وتهيج احزاني علي خطبه العيد ومن الصبح باكر علي احزاني تزيد نبكي ونلطم والبكا واللطم نشبت مخالب بحشاشتنا المني كنا بالأول من يوم عيد علينا إيه هاي عادها نلبس ثياب الفرح ونبكر لبون وهالعيد جانا هذا البيت يعرفونه الآباء أكثرها كنا بالأول من يوم عيد علينا نلبس ثياب الفرح ونبكر لبونا وهالعيد جانا وطود عزنا فاقدينا وبعد تنكس على مسور الهاشموي ابو حسين ابو حسين ما تمم صيام ابو حسين ما تمم الصيام اللي في
العيد ولاد هذا البدر ليلة تمام واسفع لتقضت أيام على من شتل وين علامة يا الله. ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بأحب خلقك إليك، فرج عنا يا الله وعن أهلنا وعن جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فك كل أسير، رد كل غريب، ارحم كل شهيد، شافي كل جريح، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. المؤسسون اللهم تقبل عملهم بأحسن القبول، بارك لهم في أنفسهم وأولادهم ومن يلوذ بهم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين والسامعين، ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.